الاهلي مهم قوي، يكون لازم نشوف بعض ولازم نتكلم مع بعض. اولا عشان اشكركم على مجهودكم وعشان ابارك لكم، لكن لاحظوا ان احنا لسه في وسط الموسم، يعني دي بدايه الموسم، لازم يكمل كويس ان شاء الله باذن الله. عاده الرياضي او البطل الحقيقي مش اللي هو بيكتفي انه كسب مره او كسب مرتين او كسب ثلاثه، البطل الحقيقي قدامه دايما الكاس، قدامه دايما البطوله. المكسب ده خلاص ورا ظهرنا، نفكر في اللي جاي. وانتوا ما شاء الله عليكم، يعني ان شاء الله انتوا نجوم المستقبل، يعني انتوا انتوا والشباب اللي هو بعديهم كمان في السن، احنا بنهتم بيهم جدا، لان هم ده التاريخ لازم يتواصل. وانتوا بتكتبوا تاريخ بس دلوقتي وانتوا لسه صغيرين، لكن انتوا ان شاء الله امل للنادي للمستقبل باذن الله. للي عاوز، يعني ايه للي عاوز؟ للي هيضحي وهيلتزم وهيبقى بيتمرن كويس جدا وروحه عاليه جدا، اللي عايز يستمر. اللي مش عايز يستمر بيبان واحد ورا واحد ممكن يقع، مش هيكمل. لكن يا شباب عندنا امل في كل واحد فيكم، سواء كلاعبين او حتى جهازكم الموجود، ان احنا عندنا ذخيره كويسه، احنا عندنا مستوى، او يعني مستوى الشباب بتاعنا كويس باذن الله. مش عايز الكلام ده ناخده لنوع من انواع الغرور. الغرور بالنسبه للرياضي يعني مات، انا كنت رياضي. الغرور بالنسبه للرياضي، الرياضي اللي يحس انه عمل حاجه وينام عليها، ده مش رياضي او ده مش بطل. الرياضي دايما شايف البطوله، هو ده الهدف اللي احنا عاوزينه. الرياضي مش بس موهبه ربنا اداها لكل واحد فيكم، كل ربنا انعم عليك كل واحد بموهبه معينه. حفظ الموهبه دي انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى، لان نعمه كبيره ربنا يا رب يمتعكم بيها ويحفظها من الزوال. امتى تزول الموهبه وامتى تزول التوفيق الله؟ لو انت تعاليت، لو انت اكتفيت، ممكن ساعتها ربنا يرس ودانك، يعلم عليك شويه اللي هو رحيم بينا كلنا. لكن احنا نشكر الله ازاي؟ بالشغل وبالمجهود وبالجدعنه وباحترام النادي وجماهيره وكتاب التاريخ. هنا باذن الله لو كلنا صادقين في ده نقدر نعمل حاجه كويسه. وانا بتكلم معاكم النهارده عشان انا عارف ان انتوا كنتوا صادقين الفتره اللي فاتت دي، كل واحد فيكم، انا اتفرجت على ماتشاتكم، كل واحد فيكم صادق، وما رضيتش اتكلم الا بعد ما البطوله خلصت، عشان اشكركم زي ما قلت لكم وعشان اهنيكم على ادائكم. عايز كمان اقول لكم حاجه، بقول لكم انا عندي احفادي تقريبا قدكم، انا احفادي الكبير عندي 15 سنه والصغير 9، الحمد لله ربنا رزقني بست احفاد. فانا بقول لهم الكلام ده زي ما بقول لكم ده. ان احنا عايزين انسان كويس، احنا كنادي عايزين انسان كويس، عايزين رياضي كويس طبعا، وعايزين انسان كويس، وكل اهليكم عايز انسان كويس. ابوك وامك اكتر ناس حابين ان هم يشوفوكوا احسن منهم ويشوفوكوا في احسن مراتب. ازاي انت بقى تعمل ده؟ ربنا انعم عليك في مكان كويس. عشان كده بقول لكم لازم احنا كمان للكوادر اللي جايه كل المجالات، لاعب، مدرب، اداري، عضو مجلس اداره، رئيس نادي، اي مجال، انتوا المستقبل اللي جاي، لازم تتمسكوا اولا ب القرب من الله سبحانه وتعالى. معرفش مين فيكم لازم كلنا ايه التوجيهات الدينيه اللي احنا ممكن نهتم بيها علشان ربنا يرضى عنا ويوفقكم في اللي جاي. والدك ووالدتك، ازاي ان احنا نبقى يعني مطيعين ليهم،
مذاكرتك ودراستك ازاي بتفوق. عايزين انسان كويس، رياضيا كويس، دراسه كويسه، دين كويس، علاقاته بالناس محترم كويس، والبعد عن اي صديق سوء ممكن يضركوا في المرحله انتوا فيها دلوقتي، ممكن يضركوا في مرحله. انا بقول لكم الكلام ده لان انا كنت قاعد مكانكم كده وانا في سنه اولى ثانوي. كان عندنا يعني واحد من المجموعه بتاعتنا، كنا في مدرسه داخل اسمها ثانويه رياضيه، كل مواهب مصر في كل الالعاب موجوده في المدرسه دي، وصديق سوء كده للاسف بيشرب سيجاره فبيعزم على الناس، محدش تجاوب معاه، محدش تجاوب. هيتعرض عليكم الحاجات دي وهتمروا بالحاجات دي، عشان كده انا بقولها لكم حافظوا على نفسكم، ان ربنا انعم عليكم صحه كويسه الحمد لله، بموهبه، بعيله كويسه، بنادي كويس. حافظوا على نفسكم واشكروا الله سبحانه وتعالى دايما، واي بطوله ربنا يكرمكم بيها هنخليها في ظهرنا خلاص ونبص اللي جاي. تاني بكرر شكر ليكم وكل افراد الجهاز بتاعكم. مش عايز اجي بعد كده احس ان انا غلطت، ان انا في وسط الموسم كويس وهنيتكم او كافئتكم. برضه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، يعني كلنا عشنا السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات ده موسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي في كل حاجه، رياضيا وغير رياضيا. وانا الحفله لو حد فيكم شافها وسمعها قلت اللي جاي صعب، كررتها 3 مرات، صعب وصعب جدا وصعب جدا جدا، لان انا عارف النوعيه، احنا ناس عرب عاطفيين، اكسب شويه ولا اكسب مره ولا مرتين خلاص بقى الدنيا تقع او اتغر كافه فرقه مفيش كده، مفيش كده. كل ما تحس ان انت من جواك كده نسبة غرور دخلت او نسبة طمأنينة دخلت، فوق نفسك، فوق نفسك. عشان كده احنا ابتدينا الموسم ده بنعاني في معظم الحاجات، يعني لازم خلاص احنا كده بنفوق تاني، نرجع تاني اللي احنا المفروض ان احنا نكون عليه. زي ما قلت لكم يا شباب، تاني بكرر شكر ليكم، وبكرر قلقي من اللي جاي، عشان مش عايز حد بعد القعده دي كتافه تترفع ومخه يكبر وانا ما حدش قدي، مفيش حاجه كده خالص. بس انا كل اللي انا كنت عايز اختم بيه حقيقه، او كنت عايز كمان ابتدي بيه، عايزين كل واحد حضراتكم كده في صلاته بندعو يعني بزميلنا العمري ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله، وربنا يا رب ينجيه ويشفيه ان شاء الله.